السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أولى شروحات احتراف صيانة الريسيفر، لكن هذه المرة على مستوى السوفتوير. أولا، ما هو السوفتوير؟ السوفتوير هو بكل بساطة عبارة عن ملف عندما يكون في الحاسوب، وفيشي بالفرنسية، لم أجد له مصطلح بالعربية. فيشي أي ملف صغير، هو ملف في الحاسوب وملف في مفتاح اليو اس بي، لكن عند نقله الى الجهاز فهو يصبح النظام الرئيسي للجهاز. جهاز الريسيفر العادي، فجهاز الريسيفر كالذي امامنا في الصورة، هو عبارة عن معالج ورام وفلاشة وباقي القطع الملموسة، لكن هذه القطع عند تشغيلها بدون سوفتوير لن يظهر شيء على الشاشة، سواء التلفاز سواء الشاشة الصغيرة الديجيتال الخاصة بجهاز الاستقبال، لأنه لا يحتوي على نظام يحدد ماذا يجب أن يكتب وماذا يجب أن يظهر. الفكرة واضحة جدا، وللإشارة فالسوفتوير يتماشى مع البروسيسور، سنتكلم عن هذا تفصيليا فيما بعد إن شاء الله. السوفت وير يتماشى مع البروسيسور الخاص بالجهاز الخاص بك، هذا شيء مفروغ منه. كما قلت أن الأجهزة أو المكونات الإلكترونية لن تعمل بدون مسير أو عقل مدبر، وهو السوفت وير. أنك تضع قائمة قنوات مثلا، كيف ستظهر؟ بأي لون ستظهر تلك القائمة؟ و ما هو الترتيب الذي ستظهر به؟ وكيف ستعرف الأرقام؟ كيف ستظهر الأرقام؟ كل هذا يعرف أن يعالجه البروسيسور، لكن أين هو المصدر أو أين هو المتحكم الرئيسي؟ إذا قمت بقلب القناة إلى قناة، كيف سيظهر لك شريط أسفل القناة؟ وهل سيظهر أحمر أم أصفر أم أخضر؟ إذا قمت بزيادة الصوت أو نقصانه سيظهر شريط، ما لونه؟ وكيف سيظهر الطريقة التي سيظهر والطريقة التي سيختفي بها؟ كل هذا ضمن السوفت وير الخاص بالجهاز، وهو ملف صغير يكون في الريسيفر، يصبح في الريسيفر كنظام تشغيل رئيسي. وللإشارة، يمكنك بعد حصولك على السوفت وير وتمريره إلى الجهاز، يمكنك إخراجه من الجهاز. لن تخرجه وتترك الجهاز عاجزا أو عاطلا، لا، يمكنك رفع نسخة من السوفتوير إلى الحاسوب الخاص بك وبعدها تمريره إلى جهاز آخر وما إلى ذلك. الفكرة واضحة في هذه النقطة كذلك. إذا كما قلنا، ستصبح الشاشة سوداء سواء شاشة التلفاز أو شاشة الديجيتال الصغيرة الخاصة. إذا الفكرة واضحة، يتكون الجهاز من قطع هاردوير، هي هذه التي تظهر ويمكن لمسها، ومسير أو ممكن أن تعتبره العامل المتحكم في هذه القطع المكونة للريسيفر، وهو الفلاش أو الروم أو السوفتوير أو الفيرموير، كلها أسماء لملفات تستعمل في الأجهزة لإدارة الجهاز بشكل جيد، بحيث أن الجهاز بدونها يعتبر خردة ولن يعمل معك. إذا هذه قطع هاردوير ونظام سوفتوير مكونة للجهاز، والآن نحن نتكلم عن السوفتوير، عن شق السوفتوير. هذا السوفتوير يمكن التعديل إليه، أي هذا النظام الذي نقوم بتمريره إلى الجهاز يمكن التعديل عليه، وهذا ما سنراه في شروحات قادمة إن شاء الله. أما الآن فتحمل السوفتوير من الموقع الرسمي للريسيفر وتقوم بتمريره للجهاز، وطريقة التمرير سنشرحها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. لكن نقطة يجب أن أعود إليها، وهي نقطة التعديل على السوفتوير، هي للمحترفين وليست للمبتدئين، وإن شاء الله سأشرح الطريقة، وإن تمكنت منها وفهمتها بشكل جيد فطبقها ولا تخف من شيء إن شاء الله.
في فيديو اليوم سنتكلم على الكابلات التي تستعمل في هذه العملية التي تحدثنا عنها، وهي تمرير ذلك الملف من جهاز الحاسوب إلى الريسيفر بطريقة سليمة وطريقة مضمونة. إذن سنعتمد على كابل، طريقة التمرير تعتمد على كابل 100%. يمكن، هل هناك بدائل؟ نعم هناك بدائل، هو مفتاح USB، لكن أغلب الأجهزة الموجودة في السوق هي أجهزة تتوفر فقط على منفذ، هذا المنفذ الذي يسمى RS-232، وهو المنفذ المستعمل في الفلاش أو في تمرير السوفتوير للجهاز. لماذا سنبدأ الكلام أو سنبدأ شرح السوفتوير بالكيبلات عوض السوفتوير نفسه أو المواقع التي نقوم بتحميلها وما إلى ذلك؟ سأجيبك، لأنها قطعة هاردوير، بمعنى أنه إذا تابعت شروحات كيفية تمرير سوفتوير إلى الجهاز أو كيفية التعديل على السوفتوير، كيفية تمرير ملف قنوات وما إلى ذلك، لن تتمكن من تطبيقها إلا إذا كنت تتوفر على كابلات، أي أن الكابلات هي الأساسية. لديك حاسوب ولديك جهاز، لن تتمكن من عمل شيء، من الضروري أن تتوفر على كابل. ثم نتكلم عن هل يمكن تمرير هذا الفلاش، هل يمكن تمرير هذا الملف القنوات، هل يمكن إصلاح هذا الجهاز المتوقف على البوت والذي يحتاج إلى فلاش، أي يحتاج إلى سوفتوير، هل وما إلى ذلك.